بعد بدأ مشواره الفني في بداية التسعينيات من خلال المسرح، حيث شارك في مسرحية حزمني يا في عام 94، وشارك بعدها في عدد من المسرحيات منها ألاباندا، عفروتو، كده أوكي، وكانت بدايته مع الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل من الذي لا يحب فاطمة مع المخرج الكبير أحمد صقر والنجم أحمد عبد العزيز. اشتهر الفنان فتحي سعد بتقديمه الأدوار الكوميدية، حيث شارك في مسلسلات يا رجال العالم اتحدوا، حكايات زوج معاصر مع النجم أشرف عبد الباقي، وكاميرا فلاش التقت بالفنان فتحي سعد واللي كلمنا عن الكوميديا، وكمان كلمنا عن فيلم عمهم مع النجم محمد إمام ومسرحية أنا العريس واللي بيقدمها على مسرح البالون. تعالوا نشوف مع بعض اللقاء ونرجع مرة تانية. ايوه طبعا، يعني انا بشكر طبعا الظروف ان انا عملت الفيلم ده، وكان في مشاهد تانية غير يعني كان لسه في تكمله، بس هم تقريبا كان الفيلم طويل شويه فشالوا منه شويه، لكن الحمد لله ربنا وفقني في ان انا ابقى حاجه جميله بالمشهد ده جوه الفيلم. والحقيقه يعني لما يعني انا يمكن في السينما عملت افلام كتير جدا بس مش بمساحات كبيره، بس الحمد لله كل اللي انا بعمله تملي بيعلم الفيلم نفسه، وده فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني هي طبعا يعني الظروف اللي احنا يعني تعرضنا لها الفتره اللي فاتت يعني وكده يعني كانت من ضمن الاسباب، لكن لا الكوميديا موجوده والافلام موجوده، بس طبعا بترجع لبرضه لقله الشغل، يعني ما فيش بنفس الكميه اللي كنا بنشتغلها زمان. دلوقتي لو بنعمل فيلم او اتنين مثلا في السنه او ولا ثلاثه ولا حاجه، غير كان زمان بنعمل بالعشره في السنه وكان كل الناس بتشتغل. يعني انا عندي ان شاء الله على العيد نازل فيلم عمهم، وده حصر ليكم يعني فيلم عمهم انا والجميل محمد امام ان شاء الله يعني. وعندي هنا في مسرح البالون بعمل مسرح اسمه انا العريس، بس مش انا العريس ومعايا حبيبي واخويا وصاحبي المطرب الجميل سامح يسري، حد من الناس الجميله المحترمه اللي هم بجد بجد عاشقين للمسرح يعني. فان شاء الله في يعني في ان شاء الله في بدات برضو تتحرك شويه يعني. الفنان بالذات يعني المهنه دي بالذات ما ينفعش حد ملهاش حد ولا ليها ليميت ولا ليها سقف ولا ليها. الفنان بيفضل طول عمره شغوف او عنده شغف انه يعمل كل الشخصيات اللي في الدنيا. انا عملت شخصيات كتير يعني، عملت كل حاجه تقريبا يعني. قدم الفنان فتحي سعد للدراما التلفزيونية عدد كبير من المسلسلات منها علاقة الطيور نحو الشرق، سوق الخضار، علي ويكا، آن الأوان، حق مشروع، كمان شارك في العديد من المسلسلات السات كوم منها تامر وشوقية، راجل وست ستات، العيادة، شريف ونص، وحرمت يا بابا. كمان قدم الفنان فتحي سعد للسينما عدد كبير من الافلام منها ابو العربي، صايع بحر، ميدو مشاكل، يعني يا خالتي، صباح وكذب، وش اجرام، كمان شارك مؤخرا في افلام منها حاره مزنوقه واسد سينا وعسل ابيض. تعالوا نكمل اللقاء مع الفنان فتحي سعد ونشوف قال ايه لكاميرا فلاش ونرجع مع عندي ساره وايه. ما لا ما يعني هم صغيرين كانوا بيشتغلوا في مسرح اطفال، كبرنا ها قال لك لا. طيب عندي محمد ابني برضو قعد برضو اشتغل شوية في أفلام تسجيلية وأفلام كده القصيرة والحاجات دي، وحتى اشتغل في البيت مع أحمد مكي في كبير قوي وكده، وعمل جزئين وكده، وبعد كده لقيته برضو إيه أقول إن هو إيه ميال لكورة أكتر، فهو بيلعب كورة في الترسانة. أنا أختار الواقع اللي إحنا أو الزمن اللي إحنا عايشين فيه، ما أنت ما تناقشيش حاجة عدت، لا نقش اللي احنا عايشين فيه ده ده مش يعني اعتقد ان ده افيد، وان وهو ده اللي احنا المفروض نطرحه، ان احنا ايه اللي ايه اللي ايه اللي اللي يميز هذا العصر او المكان اللي احنا عايشين فيه اليومين دول، مثلا الموضوع كذا وكذا وكذا، فلازم نشتغل على الحاجات دي، لكن ما اتكلمش بقى على ماضي وكده والكلام من ده يعني، مع ان الماضي جميل والله. كل برضه فتره ليها ناسها وليها مفهومها، يعني مثلا احنا لما نيجي نتحدث مثلا عن مثلا مسرح مصر مثلا اشرف عباقي وكده، يعني بصراحه اشرف عمل حاجه نقله كوميديه موجوده، يعني كل الناس بتقول لك لا، في ناس بتقول لك ضحك ومش عارف ايه، لكن هم جم في فتره كانت الناس محتاجه اي حاجه في اي حته، وبعدين اثبتوا وجودهم
هم دمهم خفيف جدا على فكره وعيال شاطره جدا جدا، وانا اعرفهم من قبل ما يبقوا يعني ربنا يزيدهم يا رب من قبل ما يبقوا نجوم، ومحترمين جدا ومؤدبين جدا ومش عايز اقول لك يعني. لكن انا بتكلم بقى ده المسرح. طيب اين بقى الباقي؟ يعني ماشي اشرف عمل حاجه، ايه يعني بقيه الوسط بقى والفن فين بقى؟ فين الناس اللي انها تراعي او ترعى المواضيع والكوميديا اللي هي المفروض تبقى سمه من سمات السينما والمسرح عندنا، بقت محصوره عند اولادنا اللي هم في مسرح مصر. وانا بعزهم والله وبحبهم قوي.